أن النبي المصطفى لذكره الشرف والصلوات. وأئمة الهدى عليهم السلام كانوا يحرصون على تولية الأشخاص على نفس قبائلهم من نفس القبيلة، على صدقاتهم من نفس القبيلة، على الشؤون العسكرية من نفس القبيلة، على الجانب السياسي والإداري من نفس القبيلة قدر الإمكان، إذا كان هناك شخص مؤهل في القبيلة تلك، وأنهم لا ينتقلون إلى غيره إلا لأسباب أخرى تتعلق بالكفاءة أو عدم معروفية أشخاص آخرين أو ما شابه ذلك، وإلا الأصل أن يعين على خزاعة خزاعي، على النخع نخعي، على كند كندي، وعلى هذا المعدل. إلا أن يكون شخص آخر لا، عنده ميزات، هذه استثنائية، عنده ميزات عسكرية لا يملكها أحد من نفس القبيلة، ما يضحي بالكفاءة لأجل النسب. أما إذا كانت الكفاءات متقاربة فيحرصون قدر الإمكان على أن يكون من نفس هؤلاء، من قومهم، منهم، كما يشير القرآن الكريم إلى قضية الرسل والأنبياء. فكان أيضا عمرو بن الحمق على قبيلة خزاعة، وأبلى بلاء حسنا في تلك الحروب، كما ذكرنا في موقفه في حرب الجمل، بيان أنه إحنا ولاءنا لك يا أمير المؤمنين ليس ولاء عاطفيا ولا فيه رغبة مادية، وإنما مبني على أساس معرفة ووعي وتدين. إحنا أيضا لازم نفكر في هذا في ولاءاتنا، لماذا نوالي أهل البيت عليهم السلام؟ هل بيننا وبينهم نسب؟ كلا. هل سيعطوننا شيئا في هذه الحياة الدنيا تطميعا وترغيبا؟ كلا، وإنما هي قضية الدين، وأنهم هم المؤهلون، كما نقرأ في آخر زيارة الجامعة: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي إليك. لو في أحد أقرب إليك يا ربي من محمد وآلي كنا نروح نبايعهم، لكننا وجدنا أن هؤلاء هم الأقرب وهم الأدلاء وهم الهدات.